أن يتخذ الغنى وآلات الطرب تتخذ دينا وعبادة، ده أسوأ من الفاد كله. ما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية وأناشيد الصحوة وأناشيد الجهاد وأناشيد غيره، هذه الأناشيد والمنظومات الملحنة بالموسيقى حرام، ومش سميتها إسلامية بقت حلال. ما ديل بيسموا ساي، يقول لك إسلامي، نشيد إسلامي، حفلة إسلامية، اختلاط إسلامي، أي شيء إسلامي، بنكي إسلامي، وتلقريبة كله. شوف الشيء كونه يسمى إسلامي ما معناه حلال أبدا. الحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أناشيد إسلامية، وأسوأ من ذلك المدايح، لأن المدايح جمعت بين الغلو الشركي وبين الموسيقى. يقول لك مديح المصطفى كويس، النبي صلى الله عليه وسلم تمدحه بالحرام، مديح النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لك قصائد ويبدالك بالرسول ويتمها بالشيوخ بتاعنه، شيخنا فعل وشيخنا طلع ونزل وطار في السماء ومرق من الغبر ورجع تاني وغيره من الأباطيل. لو الموسيقى حلال الكلام ده حلال اللي بيقولوا ده، كل ما يجوز ويكون ظلمة فوق ظلمة لما يكون بالموسيقى والكلام في حد ذاته من المحرمات. لذلك عباد الله، الإنسان يطهر سمعه عن الحرام، فأنت مسؤول عما تسمع يوم القيامة، تسأل عما تسمع. الأمر ما سدى يا أخي، الآن مع ثورتي، وسبحان الله ممكن تقول ثورة تحت الجلاكسي في السودان أو الموبايلات المتطورة دي، الآن صار ما من شاب من الشباب بلغ 15 من عمره إلا وله جوال مركب السماعات بتاعته وبيسمع أغاني. ده غير الأشياء الثانية من الفواحش والأشياء الخطيرة اللي بيسمع وشاهد فيها الشباب الآن. ونحن سبحان الله كأولياء أمور بس نشتري الموبايل ونجيب له السماعة ونديه ونطلق له العنان فيفعل ما يشاء فيفسد. أنت مسؤول يا ولي الأمر، مسؤول عن هؤلاء الشباب. أنت بتشتري له موبايل ويقعد في غرفة براو بيسمع في شنو؟ بيسمع لمن؟ يتلقى عن من؟ يا ناس هذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لذلك عباد الله، الحذر الحذر، والتقوى التقوى، والورع. إنسان يزكي سمعه ويزكي بصره عن كل ما يحرم.